حملة التطعيم ضد فيروس كورونا مستمرة بزخم كبير في السعودية، فقد وسع القطاع الصحي من الحملة لتشمل كافة أفراد المجتمع والوصول بها إلى فئات الشباب. طبعاً شفنا في وسائل التواصل الاجتماعي ولاة الأمر بادروا بأخذ اللقاح قبلنا، فهذا شجعنا صراحة. دخلت على تطبيق صحتي، حجزت الموعد، الحمد لله يعني حجزت الموعد اليوم وكان الموعد اليوم. أنا بنصح أي إنسان ياخذ تطعيمي، تطعيم له تأثير 100%، مش زي الدواء. يعني بنصح أي مواطن سعودي ولا أجنبي ولا أي مواطن، بس يعني أنا بنصحه طعم تطعيم كويس. وبالتوازي مع توسيع دائرة المستفيدين من اللقاح، تعمل الجهات الصحية في المملكة على تدشين العديد من المراكز الصحية المتخصصة في التطعيم بهدف تسهيل وتسريع الوصول إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع. الوزارة حرصت على التوسع بشكل كبير في عملية إعطاء اللقاحات والتي لاستهداف جميع أكبر شريحة من المجتمع، وبالتالي بدأنا في مرحلة التوسع التي تستهدف جميع فئات العمرية وجميع فئات المجتمع. رغبة السلطات السعودية في توسيع دائرة التطعيم بالتوازي مع مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة تؤكد عزم الحكومة على الانتهاء من أزمة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية في القريب العاجل. تواصل الحكومة السعودية تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكافة أفراد المجتمع بهدف توسيع دائرة الوقاية والمناعة في المملكة، ولتحقيق هذا الهدف ضمت الجهات المعنية الشباب إلى قائمة الفئات المعنية بتلقي اللقاح. عبد الله يحيى، سكاي نيوز عربية، جدة.